نفذت اليوم القوة الجوية العراقية البطلة طائرات الـ F-16 ضربة موفقة لأحد مقرات عناصر التنظيم الإرهابي. هذا المقر كان يتواجد فيه قيادات مهمة وعناصر مهمة لعصابات داعش، يقع جنوب منطقة الدشيش بحدود 2.5 كيلومتر، ويبعد عن الأراضي العراقية داخل الأراضي السورية بحدود 8 كيلومتر. الضربة كانت موفقة وقد تم تدمير الموقع والمقر بشكل تام.